دخول موظفي الأمانة. هذه الخدمة مخصصة لموظفي أمانة محافظة جدة والمعنيين بالتعامل مع أنظمة المعلومات الجغرافية، حيث توفر لهم الأمانة، اسم مستخدم وكلمة السر، مع إعطائهم صلاحيات التعامل مع أنظمة الGIS. بعد دخول المستخدم يستطيع الاستفادة من إضافة بعض الطبقات الخاصة بالأمانة مع بعض الوظائف المتقدمة، مثل طباعة خرائط عالية الجودة بمقاسات A1 A2.